الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين والمسلمين امين. ما زلنا على كتاب الافصاح للامام ابن هبيره الوزير ابن هبيره الحنبلي رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه من الصالحين. قال في كتاب قال كتاب القرض ما زلنا على كتاب القرض قال باب القرض قال اختلفوا رحمه الله عليهم اختلفوا فيما اذا اقترض رجل من اخر قرضا فليجوز له ان ينتفع. حد بعته لك يا محمود؟ قال اختلفوا فيما اذا اقترض رجل من اخر قرضا فليجوز له ان ينتفع من جانبه بمنفعه لم تجر له بها عاده. فقال ابو حنيفه ومالك واحمد رحمه الله عليهم قال اختلفوا فيما اذا اقترض رجل من اخر قرضا فليجوز له ان ينتفع من جانبه بمنفعه لم. اولا القرض في اللغه والقطع، وسمي المال المدفوع للمقترض قرضا لأنه قطعه من مال المقرض تسمية للمفعول باسم الإيش المصدر، واصطلاحا هو دفع المال اتفاقا في العقد. وعقد القرض من باب الإحسان، وهو عقد هو عقد إرفاق هو عقد إرفاق، وهذا يحقق مقاصد الشريعة يحقق مقاصد الشريعة، وهو مندوب الذي محفوظ عليه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وفي السنة ما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي رافع قال استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، طيب فلما جاء طلبه لم يجد بكرا فأعطاه إيه خيارا رابعيا، ثم قال إيه خياركم أحسنكم قضاء. هذا الحديث يحتجون به على جواز الزيادة على القرض، هذا خطأ بين لأنه نقول جواز الزيادة مع عدم شرط أحسنت، بس هو من عنده من عنده ماشي، غير كده لا. والإجماع أجمع المسلمون على جواز القرض وأنه مندوب محسوس عليه، بل القياس فإن القرض هو تبرع بالمنافع كالعارية، وباب العارية أصله أن يعطيه أصل المال لينتفع به، ثم يعيده في هذا الباب. وصاحب لفظ القرض والسلف استلف منك مشهور عندنا في الواقع ايش استلف، كما صاحب ما يؤدي معناه كقول ملكتك هذا على ان ترد بدله، لانه اصلا انت لو قلنا انت في القرض واجب عليك ان ترد العين هذه مشقه ليست بعدها مشقه، ليه خصم منك 1000 دولار؟ طيب بينفقهم كده استبدل خدت 10 جنيه، يبقى لازم تطلع ال 10 جنيه يبقى هستفيد بيها ازاي؟ لو انا لو طلبت العين هو بدل، هو يقول له ملكتك العشر جنات أن تعطيني بدل، فهمتم؟ ولا يزم فيه خيار المجلس، ليه بقى لا يزم؟ ليه بقى؟ أحسنت إذا مش عقد وعوضة عقد إرفاق، خير لي هو الخير عشان لا يترك عشان حتى يعني يشوف المصلحة غير المصلحة، ده هو كله مصلحة. إذا جاء الأجل حديث كان في بعض ضعف، إذا جاء الأجل فتركه فكل يوم بمثل الصدق، يبقى بمثل القرض، يعني تصدق عليه بإيش؟ عطاله 10,000، جه الأجل قال ما أستطيع فأمهله كل يوم كأنه بتصدق عليه بكام؟ 10,000 10,000. شوف رجع بعدها بيكون بمثلي في بعض الروايات. قال المسألة الأولى واختلف فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضا فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر بها لم تجر بها قال لم تجر بها العادة، فلم تجر بها العادة قيد، كأنه يقول وإذا انتفع ها بما كانت العادة فيه جاز. مفهوم الكلام؟ يعني لو أنا وأنت أصدقاء بتغدى عندك بتغدى عندي كل يوم، يتغدى عندك يتغدى عندي عادة، وبعدين قلت لك أنا كان في علي دين فأنت أحسنت علي فأعطتني أعطتني مال أسد صد سديت دين، وقلنا بعد شهرين إن شاء الله أعطيه. هنا بقى لو جيت تغدى عندك تغدى عندي، أنا بتغدى بقى لما أجي أتغدى عندك أنا في هذا الباب، أو أنت تيجي تغدى عندي أسبوع سرد تغدى عندي. هنا لو كان الأمر تابع للقرض هذا إيه؟ منفعة، لكن لو كانت عادة هو هنا ما شاء لذلك هو عمل إيه؟ احترز بذلك، فهمت؟ احترز بذلك، قال ما لم تجري له بها ده احتراز، احتراز بما كان فيها إيه؟ العادة، يعني لو شيء فوق العادة مختلف عن العادة يبقى ده نفع، تصنيفه نفع. طيب قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجوز وهو حرام. طيب وقال الشافعي إذا لم يشترط جاز ذلك على أساس الأخذ بالظاهر، يعني قال لو اشترط المنفعة يبقى ما يجوز، مع أن أصلا الأئمة الأربعة اتفقوا على أن كل منفعة سببها القرض في الظاهر أنه القرض هو اللي تسبب فيها فكل ده حرام، ده باتفاق الإجماع على صحة
كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فهم قالوا حرام. واستدلوا على ذلك بكثير من الروايات عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن سلام وفضال بن عبيد، كلهم يقولون كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ورد عن زير بن حبيش قال قلت لأبي إني أريد أن أسير إلى الأرض الجهاد إلى العراق يعني، فقال إنك تأتي أرضا فاشى فيها الربا، يعني احذر فاشى فيها الربا، فإن أقرضت رجلا قرضا فأتاك بقرضك ليؤدي لك قرضك ومعه هدية فاقبض القرض واردود عليه الهدية. وهذا رواه الأثر. وأيما رواه البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام وذكر فيه الحديث وفيه ثم قال لي إنك بأرض فيها فاشي فيها الربا، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. هذا دلالة واضحة صريحة على أن أي أخذ لشيء زائد عن القرض فهو انتفاع، وكل قرض جرى نفع فهو ربا. ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم المقرض أن يقبل هدية المقترض إذا كانت العادة جرت بينهم على غير ذلك. رواه ابن ماجه عن أنس قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على دابة فلا يركبه ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وهذا حديث في ظهر، لكن هنا يفصل أنه قال قبل ذلك جرى ذلك اللي هو إيه العادة بينه، وهذا الحديث ضعيف، لكن أفضل ما فيه هو بيان مسألة العادة. وأما شفعية وهذا عجب، قال إن لم يشترط فقد جاز. جاز هنا الشفعية بيستند لإيش؟ الحديث هذا ذكرناه في القضاء في جواز القضاء، خيركم أحسنكم قضاء، فقلنا لا، وقال هذا الظاهر خيركم أحسن إلا أن يشترط، ما أقول والاشتراط يكون له القرائن، له القرائن. كما قلنا رجل راح يشتري ذهب، المرة راح تشتري ذهب بقى معها 5000 لتأخذ الأسهم التي أحبتها أو فرجل قال اذهبي ائتي ب5000 والأسهم في إيدك ما مش بشكل احنا نثق فيك، قالت لا أنا تعلمت على يد الفقيه وقال لي هذا ربا، قال خذ 5000 تعطيني إياها وتمت الصفقة وبعدين أعطيها أي وقت. نقول له هذا عقد باطل. ليه بقى؟ أحسنت، هو معطاه إلا لينتفع هو في إيش؟ الشراء، يبقى ده قرض جار إيه؟ جار نفع، وده مفيش عادة ولا يعرفه ولا تعرفه، ده بائع ومشتري، فده قرض جار نفع. فإذا كل قرض جار نفعا فهو ربا. هذه المسألة الثانية عشان نخلص بس. الله اتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه وانه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما. اتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه وانه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما، وهذا ظاهر جدا. اذا اشترط الزياده فقد اشترط الربا، لان الحديث وان كان ضعيفا اجمع على صحته التمون، قال كل قرض جرى نفعا فهو ربا. لا يجوز ربا لأنه لم يكن ربا، وإن كان على الظاهر فهو زريعة، فمنعه من سد زريعة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.